الناس كاملين اللي مجموعين هنايا كلهم ترانسبورتور ديال الدار البيضاء. حنا دايرين اخويا هاد الاضراب هذا على تقليل الحموله، على تسويه الوضعيه ديال الشاحنات من 3 طن ونص حتى 19 طن، على ادبيان الشحن هذا اللي بغات تفرضوا علينا الوزاره في هذه اللحظه. خاصو بزاف ديال النقاط تسوى فيه النقال، وبين الشحن يكون فيه تكون فيه طريفه مرجعيه وتقنين الحموله. هادشي اللي كاين كتحمل الوزاره الوصيه، الوزاره النقل والتجهيز. حنا درنا هذا الاضراب هذا حيت الوزاره الوصيه كتماطل علينا من 2018 ل 2020، مازال ما بغاش يدير معنا هذا الوزير حتى شي حل. حنا راه السلاح ديالنا هو الاضراب، هاكا السلاح جوج. كنطالبوا سيدي سويه الوضعيه مع دفتر الشحن، ما يمكنش يخرجونا دفتر الشحن بلا سويه الوضعيه والحموله من المنبع. وبالنسبه للشاحنات الصغرى يزيدوهم 30% بالنسبه اللي وعدهم بها الوزير وما وفاش بها. راه بزاف ديال المعادات اللي هي كاذبه من 2019 وهما كيكذبوا علينا بدون جدول. واليوم حنا ضرينا ووقفنا باش نتسناهم يلبيو لينا الطلبات ديالنا اللي وعدونا بها. خويا بالنسبه لهاد الناس اللي واقفين، حنا ماشي واقفين، حنا عندنا افلاس بالنسبه للمقاولات الصغرى. ما كاين لا دعم لا من الدوله، ما بغاو يديروا معنا حل في الغازوال المهني، ما بغاو يديروا معنا حل في لوطوروت، وزائدون ما بغاوش يطبقوا تفعيل الماده 177. حنا الدوله كتقول لك اودي عاطي انا قانون ديال غادي نصارجيو 27 طن، هو قانون، علاش ما يطبقوش؟ هذا هو اللي كاين اخويا. بالنسبه للشاحنات من 3 طن ونص حتى 19 طن، قالوا لهم ودي عندكم واحد 30%، ولكن ما تطبقتش، يعني قتلونا هاد الناس بالوعود الكاذبه. هادشي اللي كاين.